تقليدية، هي دائما تفكر بطريقة مبتكرة وتقدم إبداعا متميزا مختلفا. نتمنى أن تضع قدمها على طريق لم يسر فيه أحد قبلها. تعالوا نتعرف على هذا الإبداع الذي لم أعرفه أنا أيضا إلى الآن، إبداع الكتيبة راحيل أبو زيد. في شخصية نونا سكونة مقبل الأمثلة.
الجميل حينما كانت تقدم صور غنائية مختلفة ومتعددة.